واعلم لقنك الله ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها. محمد عليه السلام إمامي الحسن بن علي العسكري عليه السلام إمامي والحجة بن الحسن صاحب العصر والزمان عليه السلام إمامي. هؤلاء أئمتك سكن الله بهم روعتك وآنس الله بهم وحدتك، واعلم وافهم أن الموت حق والصراط حق، وسؤال منكر ونكير إياك في القبر حق والجنة حق.